السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم من جديد متابعي قناة زينب المغير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الشباكية ديال الوردة بواحد الطريقة ديال الشباك اللي هي سهلة سهلة جدا. فتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهذه الشباكية غادي نحتاجوا لها على بركة الله كيلو من الدقيق الابيض اللي تيكون مغربل. وتنأكد على هذه المسألة، السيدة اللي ما عندهاش الميزان كتمشي عند الحانوت كتعبر كيلو ديال الدقيق الابيض كتجيبو تتغربلو. هذه المسألة اللي هي كنأكد عليها. غادي نحتاجو كذلك، عندي هنايا كيف ما تلاحظوا انا خلطتهم مع الدقيق، معلقه صغيره ممسوحه من القرفه ومعلقه صغيره من النافع. ملي تنقولوا النافع كتعرفوا ان كاين النافع كاين حبه حلاوه وكاين نافع البستاني. هادو كلهم كناخذوهم تنطحنوهم وكنهزو منهم معلقه صغيره، لان هادو كيعطيو واحد الطعم جد رائع للشبكيه. لكن شرط اننا ما نكثروش من هاد المكونات اللي كتكون بحال القرفه او النافع، لانها هي كتنشف لينا الشباكيه. غادي نحتاجو هنايا كاس كبير ديال الزنجلان اللي خديته سخنته في الفران، من بعد طحنته. ملي كطحنوه انا كنتاكد انه خاصو يكون بحال هكا كومي بات. علاش؟ ملي كنديرو الشباكيه فيها غير الزنجلان تنبغيو يعطينا المذاق ديال الزنجلان طاري. وكتعرفوا ان الزنجلان كيعطي المذاق احسن من اللوز، يعني الشباكيه ديال الزنجلان كطلع ألذ من ديال اللوز. لهذا كناخذو باش نخرجوا النكهه اللي كاينه في اللوز والمذاق اللي كاين في اللوز كنطحنوه حتى كيولي بحال شي عجينه بحال هكا. لنفرض انكم طحنتوه وبقى لكم ناشف، كتاخذوا الكاس ديال العصير. فاش كطحنوا العصير ديالكم كديروا فيه شويه ديال الماء وكديروا فيه الزنجلان وكتحموا هاد المكونات مزيان مزيان حتى تولي عندكم بحال اون بات. ما تكثروش الماء، القياس اللي غادي يعطيكم عجينه بحال هكا. غادي نحتاجوا كذلك واحد ربع معلقه صغيره من خميرة الحلويات. غادي نحتاج كوب من الماء ديال العلبه، نقدر نحتاجو كامل نقدر نحتاجوش كامل، لان هذا انا خلطت فيه جوج معالق ديال المزهر وشويه ديال الزعفران شعره. يعني ما دافي خويت عليه شويه ديال الزهر، خديت الزعفران خويت عليه ما دافي خديت عمرته بالزهر، يعني جوج معالق تقريبا ديال الزهر. غادي نحتاج جوج معالق ديال الخل. كتعرفوا ان نص كيلو تاع الدقيق كنمشي فيه معلقه ديال الخل، وكيلو تاع الطحين تنديروا فيه جوج معالق ديال الخل. ما نكثروش الخل، لان الخل ما تيخليش لينا الشباكيه يعني كتولي كتفردت حتى ملي كتبدا تقليها السيده ولا كتعسلها كتولي كلها يعني كتجيها هشيشه اكثر من القياس. لهذا ديروا جوج معالق فقط. قبيصه ديال الملحه غادي نحتاجو هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كاس ديال العلبه ديال الزبده. يعني الزبده كناخذوها كنذوبوها مزيان حتى كيحيد منها الحليب اللي فيها وكنعبروا منها كاس. عندي كذلك نص كاس مخلط ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون. كتعرفوا ان كل نص كيلو تاع الطحين كتمشي فيه كاس ديال الدهن كيف ما بغى يكون النوع ديالو، لكن انا ديما تنفضل الزبده. والزبده ما تنديروهاش بوحديتها، الا كانت من نوع اللي هو سبيسيال من نوع خاص بالاكل الاصل الحيواني لا داعي انكم تضيفوا معها الزيت. لكن الا كانت عاديه او ديال المارغرين الى غير ذلك ضروري اخواتي ما تديروا معها الزيت. انا عندي هنايا كاس ديال الزبده ذوبتها خديت صفيتها ودرت معها نص كاس كيف ما كتلاحظوا، لانني عندي الزبده من نوع جيد ما غاديش ندير كاس عامر. يعني درت نص كاس فيه الزبده فيه الزيت الزيتون وفيه الزيت النباتيه. عندي صفر بيضه وهذه مساله اللي هي اختياريه. ثم القليل فقط من خميره الفوريه، يعني القياس اللي غادي كانت عندكم خميره معجونه خذوا يعني بين اللي غيهز لكم هزوا الصباع، يعني تكون طريقه ديال الخميره ديال الخبز. هادو هما المكونات. غير بالنسبه للخميره ديال الخبز، السيده اللي ديها ثقيله في الشباك وكتبغي مثلا انها تعجن الشباكيه ديالها اليوم وتشبكها وتخليها حتى الغد ليه عاد تقليها، لا داعي انها دير الخميره. لكن الا كانت السيده غادي تقليها في نهارها فها ضروري ما كدير الخميره ديال الخبز، لانها الخميره تاع الخبز ما تكثروش منها، لانها ملي كنكثروا منها كتفسد لينا الشباكيه. لكن ملي كتكون القياس معتدل فهي كتجي لذيذه وكتعطينا واحد يعني كتعطينا الشباكيه جد مميزه. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. بالنسبه للطريقه فكناخذو غادي ناخذ القليل من الخميره ديال الحلوه، قلنا ربع معلقه فقط. غادي ناخذو بسم الله هاد المكونات، الزنجلان طبيعه الحال، ثم القرفه والنافع اللي كنأكد ان هاد
هادشي كلشي خاصو يكون مطحون. بالنسبه للقرفه هي والنافع فضروري ما كتغربلوهم. هنا كيف قلنا كنخلطوا هاد المكونات اللي هي جافه، انا غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه مقادير فقط من الملح، ثم غادي نضيفوا لهاد المكونات. دابا غادي نضيفوا ليها بطبيعه الحال المواد اللي هي دهنيه، غادي نضيف الزبده، ثم غادي نضيف الزيت، غادي على بركة الله ندخل يعني تنبسس هاد الدقيق بهاد الزبدة والزيت. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي دخلنا المواد اللي هي دهنية للشباكية ديالنا كيف ما كتلاحظوا، وهذه مسألة اللي هي ضرورية يعني تنديروا هاد المرحلة كمرحلة أولية. كيف ممكن اخواتي انكم كتحضير مسبق ديروا هاد العملية، مثلا اللومة السيدة تصيبها بهاد الطريقة وتلغدلي عاد تضيف ليها المكونات السائلة. هنا تنجيو تنضيفو خميرة ديال الخبز، تنعبر جوج معالق ديال الخل، نص كيلو كتمشي فيه معلقة فقط. غادي نضيف داك الصفر ديال البيضة وكنبدا على بركة الله نجمع بالماء. انا نصيحتي للاخوات اللي هما يعني ما يديهم ثقيله في الشباك يديروا الماء بارد بلا ما يديروا الماء دافي، تنبقى غير نرش وتنجمع لانها خاصه العجينه ديالها تكون قاصحه. هذه مساله اللي هي ضروريه في الشباكيه في نجاح الشباكيه، ملي كتكون العجينه مرخوفه فكونوا على يقين انها غادي تعذبكم في الشباك. كنبقاو نرشو ونجمعوا ندلكوا بحال هكا، القياس اللي غادي يجمع لينا العجين فقط يعني ما خاصهاش تجينا خاص كما كنقولوا حنا خاصها تكون بحال العجينه ديال المسمن، تكون قاصحه حجره يعني تكون قاصحه ما تكونش مرخوفه. كما كتلاحظوا انا كنضيف غير بشويه الماء. هنا كما كتلاحظوا انا جمعتها، كتلاحظوا العجين كيف داير راه كتكون قاصحه. غادي نخليها واحد شويه بحال هكا عاد غادي نرجع ندلكها واحد شويه. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي خليت العجين يرتاح واحد 5 دقائق، من بعد كترجعوا كدلكوا واحد شويه وغادي نبدا على بركه الله غادي نقطعوا حصص. تناخذوا هذه الحصص كيف ما تلاحظوا معايا دابا غادي نطلقها شويه بالمدلك. علاش كنديروا هذه القضيه ديال الفيتاج؟ لاننا ما تندلكوش العجين، يعني العجين غير كنجمعوه كنديوه نجيبوه شويه صافي. هاد العمليه هذه كتسهل علينا، كتعرفوا ان الشباكيه ما سهلاش في الدليك ديالها يعني خاصها العريك مزيان. حنا بدل ما نعركوها غادي نديروا لها الطريقه ديال الفيتاج. كناخذوا هاد الطرف نجيبوه هنا، هاد الطرف تنجيبوه هنا، ثم تنجيبوا هذا على هذا بحال هكا. غادي نعاود معكم وحده، ولا كديروا على شكل مربع يعني كتعرفوا ان الفيتاج فيه عده طرق، كل واحد والطريقه كيفاش كيورق. وما حتى انا تنورق غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي غادي ندير فيه العجين ديالي باش يعرق، وهذه مساله اللي هي ضروريه. غير غادي تعرق صافي غادي نبدا على بركه الله نشكلها، يعني تنشكلو الشباكيه كنبداو نشبكو. هنا كما كتلاحظوا معايا كناخذ الاشرطه كناخذ العجين كنقطعوا الاشرطه بهذه الطريقه هذه، من بعد كنجيبو غادي ناخذ واحد الشريط غادي نلصق واحد مع الطرف مع الطرف كما تلاحظوا معايا، من بعد كنجيب الاصبع ديالي غادي نخشيه بهذه الطريقه. نتمنى العمليه تكون واضحه لان هذه الطريقه ديال اللف جد سهله. ثم تنضغط كنجيب هاد الحواف تنضغط عليها بهذه الطريقه، ثم حاولوا تخلصوا من الفائض ديال العجين اذا كان عندكم
هاد الاشرطه اللي على برا كندير ليها صبعي بحال هكا باش تعطيني واحد الشكل اللي تيكون جميل بحال الشكل يعني بحال الورده تماما. كنهبطها لاحظوا معايا الشكل اللي تعطينا، حاولوا تهبطوا كنهبطوا بحال هكا الطريف هذا من هاد الشيء ومن هاد الشيء باش تعطينا هاد الشكل هذا. غادي نعاود معكم وحده لان العمليه جد سهله احسن من تشباك يعني، وكتعطي حتى المنظر المنظر تيجي رائع جدا. تلصقوا هاد الطرف مع هاد الطرف، تنجيو هنايا تلفوا ثم تنتحكموا في الطول ديال الشبكيه ديالنا بهذه الطريقه. تنضغطوا هاد الراس هذا ما كنجمعوش مع هذا، داك الوسطاني تيبقى بوحديته، كنجمع فقط الطرف ديال هاد الشيء. نحيد الفائض ديال العجين ثم تنجي لهذا الجزء اللي كيكون على برا وتنهبطو بهذا الشكل. باش تعطيني الشكل ديال الوريضه هادي، لاحظوا معايا الشكل ديالها كيف تيجي رائع جدا، حتى ملي كتقلا ما نعرفش لكم تيجي الشكل ديالها جميل جدا. لكن ما كتلاحظوا معايا اخواتي كنديروا واحد المقله فيها الزيت وكنبداو على بركه الله، الزيت بطبيعه الحال تيكون سخون، كنبداو على بركه الله نقليو الشباكيه ديالنا. وضروري ضروري المساله اللي كنأكد عليها ان الشباكيه ضروري ما تخليوها حتى لو كانت تيبس، ضروري ما تشمعوها كيف ما تنقولوا، سواء كانوا بريوات اولا كانت شباكيه اي حاجه غتقلى في الزيت وتعسل خليوها تشمع، يعني خليوها على الاقل واحد شنقول لكم على الاقل واحد ربعه حتى لخمسه السوايع تشمع عاد قليوها باش كتجيكم مجعبه وتشرب لكم العسل مزيان. لاحظوا معايا الشباكيه ملي كنبداو نقليو فيها كيبداو يبانو دوك الجعابي، هذا دليل على ان هانتوما لاحظوا معايا كيبان على ان الشباكيه ديالنا راه فيها دوك الجعابي، هذوك الجعابي تيخليو الشباكيه كتجي شاربه العسل مزيان. النار كتكون مهيله باش الشباكيه تطيب على خاطرها ماشي تخطف لينا وتبقى خضراء من الداخل. تنبقاو نقلبو هنا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما كتقلى وكتاخذ اللون اللي بغيت، يعني ما تحمروهاش بزاف لان هي غادي تكمل التحمر ديالها في العسل. بالنسبه للعسل اخواتي كيف قلت لكم قبيله، السيده الى ما متاكداش وما ضمنش العسل ديالها اللي طيبات يستحسن انها دير العسل العادي ديال الزنقه، يعني تاخذه من الحانوت. الا السيده متاكده انها كتضمن العسل وكتقنو مزيان فما فيها باس، لكن نصيحه مني اللي بغات تصيب العسل ديما تصيبو واحد السيمانه ولا 15 يوم قبل باش تلاحظ يعني واش مزيان ولا لا، لان الا ما كانش مزيان ديك الساعات فيمكن لها بطبيعه الحال انها الا جا محجر تكمل ليه الطياب، لان الا تحجر عرفوا بالله راه باقي كخاصو الطياب ما نضيعوش فيه، يعني تزيد ليه شويه ديال الماء مغلي وتكمل ليه الطياب ديالها. ولكن يستحسن الا خسر العسل لا داعي اننا نضيعو الشباكيه اللي يعني ضاربين عليها تمام. غادي نصفيها بحال هكا كيف ما كتلاحظوا، غادي نطفيها مباشره في العسل. بسم الله العسل راه عندي انايا كما تلاحظوا معايا العسل ما منكها حتى شي حاجه، يعني عندي العسل عادي لان هادي ديما ديك الطفيه الاولى اللي كنطفيها في العسل ما كنديرش ليها انايا نهائيا، ما كنستمش العسل حتى الغد ليه، حتى كتبات في الغد ليه يعني كتبات في هذاك العسل الغد ليه كنصفيها من بعد عاد كنسمها، كناخذ شويه ديال العسل النقي ما يكونش فيه الزيت وتنسمها باللي بغيت شويه ديال مسكه حره ولا شويه ديال الزهر، نتوما ليكم الاختيار. غير واحد الملاحظه اللي نبغي نشير ليها بالنسبه للزيت، ملي كتلاحظوا مثلا السيده بغات تخدم يعني عندها 2 كيلو ديال الشباكيه اولا حتى كيلو، لكن كتلاحظ ان الزيت ديالها كيسخن، ملي كتلاحظوا ان ملي كترميو الشباكيه وكتعطي ديك السخونيه كتغلي كتحمر
السيده طفي النار وتخلي تبرد كيف ما تنقولوا تبرد الزيت، عاد تعاود عاوتاني تقلي الشباكيه ديالها. هذه مساله اللي هي ضروريه باش ما تخطفش لكم من الفوق تعطي اللون، لكن من الداخل تبقى لكم خضراء. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الشباكيه ديالنا من بعد ما قليناها كنطفيوها في العسل، كناخذ شويه ديال الزنجلان تنقليوه، يعني خاصو يبدا يطرطق الزنجلان يكون محمر مزيان، وكنديروه فوق منها وتنقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه للاخوات طبيعه الحال بغاو يحتفظوا بها، فديما انا كنصحكم بالمجمد، يعني السيده الا عندها ليسباس في المجمد احسن حاجه تاخذ الشباكيه ديالها ديرها في واحد العلبه وكتبقى تفرق ببابي الومنيوم، كدير تبقى ديال الشباكيه تبقى ديال بابي الومنيوم وهكا كتبقى عندها مده طويله. علاش كنقولوا المجمد؟ لانها كيبقى محافظ ليها على العسل ديالها. وان شاء الله في فيديوهات اللي هي مقبله غادي نوريو كيفاش ممكن نحتفظوا بالشباكيه بلا مجمد. غادي نوريكم غير وحده قبل ما نختم، نوريكم كيفاش تتجي الشباكيه ديالنا. بسم الله نحاول نقطع معكم، لاحظوا معايا كيف كتجي، لاحظوا معايا هنايا كتجي كلها مجعبه والعسل كيتقطر منها كيف ما تنقولوا. هانتوما لاحظوا معايا، لاحظوا معايا هنايا شوفوا الجعاب، يعني كلها خاويه كلها مجعبه. غادي نحط غير هذا باش نبين لكم، لاحظوا معايا الشباكيه كيف تتجي، كتجي شاربه العسل ورائعه جدا. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم بحال ديما ما تنسوش ديروا لايك الفيديو، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. لكم من اجمل تحيه الى حلقه مقبله بحول الله.